السلام عليكم. شو بدي زاد كالعادة معكم؟ رانا ولينا نتكلموا على البطولة، بطولة كأس العالم. البطولة هذه اللي كما يقول لك عندها مشاهدة كبيرة، متتبعين كبار، نشوف عشاق كرة القدم، عشاق الفنيات، عشاق الأهداف الجميلة. اليوم غادي نشوفوا نتكلموا على كوستاريكا مع صربيا. المقابلة اللي شناها مقابلة كانت كبيرة بالنسبة لصربيا، وين المدرب تاعهم قبل المقابلة بنهار تكلم وقال كريتسي نحن جاهزون للعب المونديال كبير، وكوستاريكا لن تخدعنا. وكان كما يقول لك كان له ذلك، عرف كيفاش يحط لعبته، وعرف كيفاش خاصة وين في الشوط الأول شنا كوستاريكا بقيادة نافاس، نافاس اللي هو بالك هو اللاعب الوحيد في كوستاريكا، لعب النجم في الفريق تاعو. ونعرفوا 12 لاعب من صربيا قايلبوا في الادوار الاوروبيه، يعني كي لاعب يلعب لك في الادوار الاوروبيه يعني عرف بلي عندك فريق لا باس فيه، فريق اللي يقول لك نتاع في هذه الدوره. بصح شتيلا وهذه الفرق شناهم اول مره تلاقاو، اول مره كوستاريكا مع صربيا اول مره. وشنا الهدف الثاني، الهدف في الشوط الثاني كلوروب اللي سجل هدف في 53 دقيقة قيل ولا 52 دقيقة، هدف جميل. شنا كيفاش خاصة في الشوط الثاني، كيما يقول لك راني نحوس نركز على الشوط الثاني ونشوف الخدمة تاع المدربين، نبغي نشوف الخدمة تاع المدربين كيفاش يتعاملوا في الشوط الثاني المدربين بالخبرة تاعهم، بالقراية تاعهم، كيما يقول بلي ديبلوم تاعهم، ماشي ديبلوم مذرح كيما احنا عندنا لهنا. هذا فريق تاع فريق كبير عليه، فريق وطني جزائري اللي شنا كيفاش مشرف عليه بديبلوم مذرح. يعني اليوم شنا كوستاريكا في الشوط الاول كيفاش مبغاش، شنا بزاف من موقع في الدفاع ولا يلعب بالهجمات المرتده، وين شنا كيفاش كان يخلق فرص ودوف طروافوا وين ضيع اهداف. شنا كيفاش صربيا اللي لعبت وحوست تلعب وتفرض اللعب تاعها والضغط على المدافعين من خط وسط الميدان، ولا تضغط على كوستاريكا وبدون نتيجه. شنا الشوط الاول 0-0، الشوط الثاني بنفس الطريقه كوستاريكا دافع وتلعب على الكرات المرتده السريعه. وشنا كيفاش صربيا كيفاش ولا تحوس تلعب تلعب وتضغط من نصف الميدان على الدفاع. شنا كيفاش اتت كيما يقولك نتيجه، وشنا كيفاش الهدف اللي سجله اللاعب تاع صربيا، لاعب هذا كلوروف اللي مسجل هدف جميل. وهذا هو هذه هي الخطه تاع المدربين خاصه في الشوط الثاني. نعرفوا فانك المدربين هذو اللي يعرفوا كيفاش يستغلوا خاصه من الجانب صربيا، وين المدرب الكبير المدرب المعروف اللي يعرف كيفاش يستغل الطاقة البشرية تاع صربيا، خاصة بعد الاعتزال لاعبين معروفين في صربيا وغيابهم على النسخة اللي فاتت. شنا كيفاش دخلوا بفريق جل لاعبين كاع صغار، خاصة لاعبين تاع لاعب تاع لازيو، اللاعب اللي راه مطلوب في أكبر الأندية الأوروبية، منها ريال مدريد، منها باريس سان جيرمان، منها ليفربول، فرق كبيره راه مطلوب فيها، جوفنتيس. يعني هذه صربيا نجم نقولوا هي الاقرب والاوفر حظ باش تفوت للدور الثاني. هذه كيما نقول لك الفرق الكبيره، هذه المدربين الكبار اللي يعرفوا كيفاش يتعاملوا في كل مقابله. صحيتو وربي يحفظكم، ونزيدوا ان شاء الله بربي نزيدوا فين نحلوا مقابله. صحيتو.